لو الدنيا مسرح وحياتك مسرحية تبقى الرواية اسمها ايه؟ حدوتة. حدوتة؟ حدوتة مالها؟ حدوتة ايه؟ حدوتة يعني بصي انا حياتي كلها عبارة عن ضحك وهزار، محبش الاكتئاب ابدا، محبش الضغوطات. يعني انا حياتي كلها حتى لما بيبقى في حاجة زي دي، في ضغوطات ولا حاجة، انا بعرف اطلع نفسي براها خالص. حدوتة كوميدية؟ ممكن. انت قلت انك بتحب تلعب تحت ضغط. اكيد. في يعني في ماتشات انا بحب العب فيها تحت ضغط، بس انا من النوع ان انا يعني طول ما انا بلعب تحت ضغط بعرف العب، بعرف يعني ببقى ماسك في نفسي اكتر في الملعب، عارف انا بعمل ايه، قراراتي بعملها ازاي قبل الماتش وفي الماتش. اكيد. مين ضغطه اقوى، الجمهور ولا المدرب؟ جمهور المنافس ولا جمهور اللي معانا، يعني جمهور النادي الاهلي؟ اي جمهور. لا اكيد ضغط الجماهير اقوى، تاثيره عليك اقوى، ولا ضغط المدرب بتاعك تاثيره عليك؟ لا خالص، مسافه ما بنزل الملعب خلاص انا ما بركز في شغلي، بركز في تمريني، في ماتشاتي، ماليش دعوه باي حاجه تانية، سواء ضغوطات او اي حاجه، كل ده بعرف يعني بعرف اطلع بره المواضيع دي.